السلام عليكم بنات، كديري لاباس عليكم؟ جيت لكم اليوم فيديو جديد غنوريكم كيفاش تعملوا هذه الزواقه هذه اللي تقدروا انكم تزينوا بها القفطان ديالكم، جلابه، اي حاجه نتوما بغيتوهم. المهم انا بغيت نبارطاجي معكم هذا الشكل هذا، الى عجبكم قولوها ليا نبارطاجي معكم يعني بزاف ديال الاشكال بحال هكا. غادي نوريكم كيفاش صايبتهم وحتى المواد اللي استعملت اللي هما ساهلين، وغنقول لكم هذاك الشيء بالديتاي باش اي وحده مبتدئه غادي تعرف فين غادي اشنو غادي دير وتعرف فين غادي تشري. المهم نتمنى ان هذا الشكل يعجبكم، كيف ما كتشوفوا قدروا تجيو في جلابه يعني تكون وحده مقابله مع وحده، قدروا تجيو في قفطان حتى هو كذلك تكون وحده مقابله مع وحده، ولا تجي وحده تحت من وحده يعني تصايبوا بواحد كمية كبيرة. أتمنى أنه يعجبكم، إلى عجبكم ما تنساوش أنكم تشجعوني بجام، وشكرا بزاف بزاف على التتبع ديالكم. نخليكم مع الفيديو. استعملت هاد الحجارات هادو، الثمن ديالهم 10 دريال الوحدة، واستعملت هاديك الحجرة اللي غندير الوسط كدير 4 دريال، وبالنسبة لزيستخاص كيديرو 10 دراهم المتر، نص متر ب5 دراهم. والورق اللي غنلصق عليه هو ورق الفيزلين، يكون من نوع اللي يكون سميك. صافي هادشي اللي غنستعمل. أصابك عشق أم رميت بأسهمي، فما هذه إلا سجية مغرمي. ألا فاسقني كاسات وغني لي بذكر سليمى والكمان ونغمي. بذكر العامرية أنني أغار عليها من فم المتكلم، أغار عليها من ثيابها إذا لبستها فوق جسم منعم. ليل يا ليل، ليل الليل، يا ليل يا ليل، يا ليل يا ليل، يا ليل يا 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 ليل يا ليل. حدثا بالكلام المغمغم وأحسد كاسات تقبل ثغرها، إذا وضعتها موضع اللثم في الفم. أغار عليها من أبيها وأمها إذا حدثا بالكلام المغمغم.
رب لثرها إذا وضعتها موضعا لفني في الفم. أصابك عشق أم رميت بأسهمي؟ فما هذه إلا سجية مغرمي. ألا فاسقني كاسات وغني لي بذكر سليم. أصابك عشق أم رميت بأسهمي؟ فما هذه إلا سجية مغرمي. ألا فاسقني كاسات وغني لي